شايفه ازاي موسم طارق الاهلي هذا العام الفريق حقق الثلاثيه الدوري والكاس والسوبر انت شايفه الموسم ازاي والله الحمد لله هو موسم ناجح جدا بالنسبه للي احنا حققناه طبعا كان نفسنا يبقى الرابع كمان افريقيا بس الحمد لله بس هو طبعا موسم كان صعب جدا علينا عامه ان احنا كنا كنا في معسكرات دايما كتير جدا تمرينات صبح وبالليل كتير جدا آه وقت التمرين كنا ممكن في اليوم بنتمرن اكتر من سبعة 8 ساعات مثلا 5 بالليل واثنين او ثلاثه الصبح فكان موسم يعني آه شاق جدا بس الحمد لله يعني احنا في الاخر الحمد لله نرجع لبطوله افريقيا من وجهه نظرك الخساره اسباب الخساره هل خساره الشوط الرابع ولا الشوط الخامس؟ بص يعني في الاول وفي الاخر الخساره دي آه ملهاش سبب رئيسي اقول دي الحاجه اللي خسرتنا هو في الاول في الاخر ده قدر ربنا وفي الاول في الاخر ما نصيب ان احنا نكسبها بس يعني احنا ما قصرناش في حاجه خالص ولا حد في الدنيا قصر وربنا كان كتب ان احنا ما ما نكسبهاش بس هي اصعب بطوله كابتن ضوء محمد حققتها مع طائره الاهلي هذا الموسم هذا الموسم لا الحمد لله الموسم ده كان ما كانش فيه الحمد لله يعني مش بستهون بالخصم والله بس الحمد لله احنا كنا مرتاحين يعني هو يمكن اصعب بطوله بالنسبه لي مع الاهلي كان الدوري السنه اللي فاتت اللي هو الـ مش السيزون ده السيزون اللي قبل في اول موسم اهم بطوله حققتيها في مشوار في الكره الطايره الى الان هم كلهم مهمين كلهم مهمين انت خلي بالك لما بتاخد واحده الثانيه والثالثه والرابعه بيجوا بيجو ورا بعض فكلهم مهمين يعني احنا احنا كفولي بالنسبه لنا اهم بطوله الدوري وبعد كده بيجي السوبر والكاس بس كلهم مهمين طب ايه البطوله الاقرب لكابتن دعاء محمد اول اول دوري خدته مع الاهلي اللي هو برده السنه السنه اللي فاتت اه لان يعني كان السبوت كبير قوي عليا دعاء وروني بقى دعاء دي هتعمل ايه ورونا دعاء دي بقى هي ايه الضجه اللي معمول عليها دي هي بتعمل ايه اصلا بس الحمد لله يعني لما خدنا الدوري كانت بدايه بقى يعني بدايه بقى لل لعبت والزمالك اي فرق بين اللعب النارية؟ الاستقرار يعني الاهلي استقرار انت مستقر في كل حاجه